وليد فاق كل التوقعات. وليد من صغره هو نجم، وليد كان بيعمل حاجات في الكورة من صغره، كان بيتمتع بالمهارة العالية جدا، بالذكاء العالي جدا في الملعب من هو عنده 9 سنين أو 10 سنين. أنا أتذكر لي جون حصل هنا شفته بعيني في الملعب هنا في النادي اللي انتوا فيه مشرفينا فيه، كان جون أنا بعتبره هو عنده 9 سنين، إن ده جون ما يجيبوش لعيب عنده 9 سنين، لا المخ ولا العقلية ولا المهارة توصل للمرحلة دي. عايز أقول لك إن وليد حط في دماغه أو في طموحه إن يبقى لعيب كبير، وفعلا نهى هو لعيب كبير. طبعا مسيرة وليد، وليد طبعا بدأ طفل عادي صغير في الشارع، كان بيلعب طبعا في مجمع عندنا تحت البيت، بدأ في الشارع، بعدين في حد مسؤول في نادي بنمازار هنا تقريبا كابتن عادل لبيب والكابتن رضا عبد المولى رحمه الله عليه اكتشفوه فضموه. دي مسيره وليد، يعني ضموه لقطاع ناشئين بنمازار. بدا وليد من هنا يتعرف طبعا ما شاء الله يعني عليه، كان عنده 17 سنه في قطاع الناشئين وكان هداف الدرجه الاولى ب 13 جون او 14 جون، فكان فمتالق يعني ما شاء الله عليه. فمن بنمازار اول خطوه راحها من بني مزار حرس الحدود كان الكابتن طارق العاشر اللي موجود يعني، وبعدين راحوا الجونه الكابتن كمال عثمان الدرجه الاولى، وبعدين راح بتروجيت مع كابتن مختار. من هنا بقى بدا يلمع وليد سليمان بتروجيت مع كابتن مختار. بدا بقى انديه مصر اللي يتكلموا عليه اهلي وزمالك، وبدا الناس تتفاوض وليد. طبعا بتروجيت ما كانوش عايزين يمشوه، هو زعل جدا، انهار، دخل المستشفى، قعد 3 ايام في المستشفى لما ما رضوش يمشوه بتروجيت. طبعا كان في يعني مصر كلها عارفه القصه ديت بتاعت ان هو دخل المستشفى بسبب انتقال نادي الاهلي، ما كانوش عايزين يمشوه. طبعا كان في اجتماع كده وزير البترول قال له هجيبك امبي، راح امبي وبرده تالق في امبي وكسر الدنيا في امبي، وتقريبا كان هداف الدوري او حاجه زي كده. فمن هنا بقى راح للاهلي يعني، بس بعد معاناه دخل المستشفى وتعب ومنع الاكل، وكان موال كبير يعني انا حضرته يعني. اللعيب الوحيد اللي في مصر جمهور النادي الاهلي ناداله قبل ما يروح الاهلي، كان وليد في انبي والجمهور نادى عليه وهو في انبي، ان هو يعني ما حصلتش مع لعيب كوره في مصر ان الجمهور الخصم ينادى عليه، هو كان في انبي والجمهور النادي الاهلي كان بينادى عليه يعني. فوليد علاقته بالجمهور، وليد زي ما قلت لك يعني في بدايه حديثي معجون بميه الاهلي من صغره، وهو في مدرسه الكوره وفي نادي بني مزار عنده تيشيرت اللي هو بتاع الاهلي، في صوره طبعا موجوده مع في السوشيال ميديا، طبعا تيشيرت الثلاث خطوط ده معاه موجود من هو صغير اهلاوي، كلنا العيله كلها اهلاويه، مفيش حد عندنا في العيله، كلنا كل العيله اهلاويه. وليد ما شاء الله عليه ملتزم جدا، البطولات اللي خدوها ديت مش من فراغ، في التزام جامد جامد جامد، في زي ما انا قلت لك بينام بدري بيقوم بدري، بيركز جدا في الملعب. طبعا في ناس كتير بتقول ده وليد مؤذي في الملعب مش عارف ايه، لا بالعكس، يا ريت مصر كلها تبقى مؤذيه بس يحققوا نجاحات كابتن وليد في الملعب. لا هو غيور على التيشيرت اللي هو لابسه، بيلعب جامد، بيبقى حماسي جامد، دي الفكره برضه، عشان في ناس كتير بتقول لك ده هو مؤذي او حاجه، لا ما فيش الكلام ده خالص. وليد انسان قبل ما يكون لعيب انسان يعني ابن بلد، ما فيش اي لعيب زميل وعنده ظروف ما يجيلوش يعني. انا عن نفسي مدرب، وهو كان في مصر واخويا توفى، جالي من اخر الدنيا والله عشان خاطر العوامل الانسانيه ديت ما بتفوتهوش. وكذلك برضه في الملعب ما بيسيبش حد من زمايله، ولا اتصاب اي حد ما يكونش حتى مش ما شافوش في الملعب معاه وعاوزين نكلمه على حاجه، وليد بيقوم بالواجب معاه. كابتن وليد سليمان بدا معايا وهو سنه 8 سنين في مدرسه الكوره في النادي بنمازار، ظهرت موهبته من اول لحظه، كان لعيب مهاري يمتاز بقوه التصويب، ظهر ان هو هيبقى بسم الله ما شاء الله هيبقى لعيب ليه شأن كبير وهيوصل. تاني حاجه كان عنده طموح وعنده اراده ان هو بيرسم لنفسه اهداف وبيحاول يحققها. تدرج معايا لغايه ما في دوري الناشئين، حتى وصل معايا لبطولة الجمهورية، خدنا بطولة الجمهورية للشباب سنة 2002. كابتن وليد ان هو دايما دور عن حب النادي الاهلي ودور عن طموحه من وهو صغير ان هو يبقى في النادي الاهلي وجوه جدران النادي الاهلي، وفضل ورا طموحه ده
لحد ما ربنا كرمه، ابتداء من نادي بالمزار مرورا ببتروجيت والجونه حرس الحدود لحد ما اتمسك بالنادي الاهلي، وفضل جوه جدران النادي الاهلي بالبطولات، يتغذى بقى بعد يتغذى على البطولات والعديد من الاهداف الممتعه للجمهور. حاجه مشرفه لينا كلنا يعني كابناء صعيد، كابناء الاول مدينه بالمزار. نتشرف طبعا دايما بالكابتن وليد وبانجازاته ومسيرته على مر تاريخه.